هذيك هي البلاصه اللي جات وصلت. الجابونيين واحد الدار مبنية على الشكل ديال الجابونيين تابع في وسط هاد الكاردن هادي هي اللي خاصني نوصل هي الهدف ديالي دابا داكشي يلا وقيلا هادي هي الدار اللي شفت من الفوق الحديقة الجامعة بقات مورانا لهيه يلا دخلت كنقلب دابا على داك الدار ديال الشينوا كنقلب عليها لان فيها الحوت هذاك الحوت ملوان وكذا زوينه تشوف تماك دابا ما عارفش منين ندوز عنبقى غادي هابط 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 حتى نوصل لتحت غادي دابا غادي وكنهبط بحال هابطين من واحد الجبل الجامعة بقات الفوق
هاد البلاصه هادي ملح، كل كترتاح فيها كتسمعي الصوت ديال الشلال. مش ليس نيتسو اوكي ان في فيل يكفور غادي يستو دابا خاص دابا نجمعو نطوي ما خدينا شي تصاور زوين. والخروج دابا خصني نزرب، خصني نطلع بالزرب على الفوق للجامعة قبل ما يسدو، قال لي غادي يسد دابا سينو غنبقاو هنايا. كان عايز تهليا جريت واحد 10 دقائق وني كان جري وسط هذيك الحديقة باش يلا وصلت على خونا اللي كيسد البيبان باش يقدر يحل لي خلاني نخرج سينو كنت عم بات بداية مع الحيوانات والحشرات هاد الغابة هادي. دابا غنمشي لدوسلدورف نقصي شي حاجة تماك ومن تم نرجع فيها. تشاو.